FM. الكلمة ليك سي مختار. انتداب نقول فخر الدين بن يوسف، انتداب مهم برشا للترجي التونسي، انتداب وجدي وانتداب باش ينفع الترجي التونسي من ناحية قيمة اللعب الهجومية والضعف الفادح في الترجي على من ناحية الهجومية، وخاصة من ناحية الجهة اليمين، وخاصة من ناحية المرتدات اللي هو قوته تقريبا فخر، يعني هذيك قوته في الفوتبول التونسي مع المنتخب التونسي. يعني انا متاكد اللي الاختيار كان صائب، وترجي في حاجه لمهاجم مثل المهاجم هذايا اللي باش يعطي الاضافه لخط الهجوم الترجي التونسي، مع الانتدابات الاخرى اللي صارت اللي زاد باش تزيد تدعم الخط الوسط كما قاعي المدافع الايسر كما بايعي الربيع حسين الربيع، زوز الاجانب اللي جاوا اللي عمرهم صغار واللي هما في مستوى محترم جدا مع فنيا، يعني هذوما النجم يكونوا هذوما باش يعاونوا ترجي مع بن يوسف مع ايدوك. قعد ديما نقولها باش نعاودها وباش نذكرها السي حمدي المدب، اللي يلزم ان اكسيال ان بيفو دو نيفو اي ان افونسونت، لابد منهم هذوما الترجي هذا التونسي. معناها لابد حسب ما تشوف الترجي هذا التونسي توا مع واحد وقتها تقول تولي ان كاليبر زين في 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 في, في الكره الافريقيه والعربيه بصفه عامه. واضح سي مهدي، الترجي هذا التونسي يقترب من انتداب فخر الدين بن يوسف، الاتفاق حاصل، الانتداب هذا ودونك انتقال فخر الدين بن يوسف، كيفاش تشوفوا اولا بالنسبه للترجي، وثانيا بالنسبه للملاعبي اللي تقريبا اول تجربه احترافيه ما عملتش برشا في البطوله الفرنسيه؟ شوف الظروف اللي مشى فيها فخر الدين بن يوسف ربما، والفريق اللي انتدبوا يسارع على البقاء، وفي الاخير يعني فريق مادس كان مصيره الدرجه الثانيه الفرنسيه، بصراحه مش يعني فرصه يعني خلينا نقولوا جيده للاعب باش يبرز كأحسن ما يكون في الدوري الفرنسي، بالعكس يعني ما خدمتوش. ممكن اللاعب الفيسرون نسيم جديد اختار فريق يعني قوي، فريق كبير، فريق عريق، فريق الترجي، صفقه قويه كما قال سي مختار، تتمثل في مهاجم اناتا كوندو كولوار يشتغل على الجهه اليمنى، واسر القوه نتاعو في المرتدات، يعني لاعب يعني تقريبا فيزيكمو بدنيا على مستوى عالي جدا، تكتيكيا تطور كثير اللاعب هذا، نعرفوه من المباريات تاع المنتخب ومباريات نادي صفاقسي والمشاركات الافريقيه، لاعب يعني تقريبا مهم جدا على المستوى اللعب الجماعي للفريق، وسير لبلون ايضا انديفيديوال عنده يعني خصائص وعنده خاصيات مميزه جدا، يعني نشوف اللي كاليتي تاع لي سونتراج نتاعو، لي باسون روتري، التسديد على المرمى، يعني لاعب خلينا نقولوا تجاوز مرحله التكوين وكل يعني ولا ناضج، صفقه قويه جدا. لكن نرجع ونقول زاد انا شاطر سي مختار، انه اذا مع المهاجم هذا المهاجم القوي لاعب المنتخب، يعني لاعب في لاكس سنترال، لاعب ريكوبيراتور يعاون الراقد، انا نقول لك كان يجيبوا لاعب كبير باش نبر الراقد، باش يعطيه فرصه للراقد انه مش يعرفش نكتشفوا الراقد من جديد، لانه اثنين لعيبه اي سي كومبليت ويعاونوا بعضهم ويكونوا دو نيفو ويفيدوا الفريق. اما اذا كان مش يظل الراقد وحده مع اثنين لعيبه صغار، اثنين لاعبين صغار بصراحه فما تاع الزنزيس تاع الرجعي مهما كان اي فريق يلعب على كل يعاونوا الرجعي، وكقيمه ايضا فنيه الرجعي مش ناقص، يعني امكانيات كبيره اللاعب هذا، وشاهدناه يعني ساهم في نتائج جرجيس. لكن فريق يلعب على كل وجهات ترجي، نزيد ان جوار ريكوبيراتور على مستوى افتكاك الكره، والفريق في حاجه ايضا الى افون سونتر، انا جوار دو بوان يخلص الهجومات، يعني يجيد التسديد باليمين باليسار الكرات الراسيه، افون سونتر كلاسيكي نعرفوه يعني من انصاف الحلول يسجل، اذا كان يدخل دخل في اتصالات مع مهاجم فريق الحراش الجزائري محمد لامين عبيد اللي كان قريب من السي اس اس، دخل ترجع على الخط في اخر لحظه، حتى البارح هو الموقع الرسمي لفريق السي اس اس كان اعلن تعاقده مع الملاعب لمده 3 مواسم، بعد يتم فسخ الاخبار بعد دخول الترجي على الخط، دونك تطورات قد يعيشها الملف هذا نتاع الملاعب هذا بين الترجي بين نادي صفاقسي، او وجهه الملاعب تو نعرفوها ان شاء الله في الايام القادمه. ليك الخير. ثلاثه لعيبه هذوما بصراحه يكملوا يعني الفريق بصفه عامه، ويرجع الفريق يعني التوهج نتاعه، ويرجع خلينا نقولوا عمليه الانسجام ترجع للترجي، الترابط الكويزيون اونتر ترواليني تبدا دائما موجوده، يعني يبدا عندك دفاع منظم، الدفاع المنظم يقوده كان لاعب كبير في العمق الدفاعي على مستوى التمركز ويتعاد التمركز البلاسمون على مستوى
التوقيت التايمينغ يعني في التدخلات نتاعو، وعلى مستوى الكوفرتور التغطيه، يغطي على اليمين يغطي على اليسار، عنده شخصيه قياديه لما تكلم عن لاعب كبير في الاكس، ايضا لاعب كبير او نيفو دو ريكوبيراسيون دو لابال، يعني مهم مثل الراقد يساعد كثير، لانه الفوتبول اهم حاجه في كره قدم ونعرفوها دائما، هي اهم شيء عمليه استرجاع الكره ريكوبيراسيون. هنا لازم يكون عندك لاعب كبير، ونرجع دائما نقطة اللاعب هداف لاعب افون سونتر. الترجي ان شاء الله يتوفق في النقاط هذه، في ثلاثه نقاط هذا من ثلاثه لاعبين، وان شاء الله يرجع للتوهج نتاعو في قادم الجولات، يعني ربما نشوفوا ترجي نيو لوك يعني مظهر جديد. واضح. في خصوص الترجي الرياضي التونسي لك كلمه، عندك مضيف سي مختار؟ انا متفائل جدا يعني بعد الهزيمه هذه، انا متفائل ان الترجي الرياضي التونسي باش يسترجع امكانياته، خاصه رئيس النادي قاعد حط الباكو باللغه التونسيه في الانتدابات وقت اللي في وقت من الاوقات فخر الدين بن يوسف مشات الصفقه ذابت هي رجعت على السطح ورجعت تجسمت، هذا دليل على كونه سي حمدي المدب شادد وعارف اللي ما يسلكها كان الانتدابات القائمه، والانتدابات القائمه توا الحمد لله يعني اظن موجوده مع اللي كان يجي راس حربه في طراز عالي، وقتها نكونوا كملنا الشوط الكل. كاب اف ام الكلمه ليك.